اللي بعده. الاسلامي ملوش زي أيوة معين، بس حضرتك يعني ما عندكيش حاجات القدرة، اللي هي الارتفيشال ده لازم القدرة ابقى مش عارفه عامله ازاي زي انت كده مثلا. تتخلي عن اي حاجه انت بتحطيها على راسك. انت واصله دلوقتي لمرحله ان انت عايزه تعملي ده بس ما عندكيش القدره تعملي ده. تمشي بشيء لا لا طبعا. ليه لا ما لا. عندكيش القدره؟ لا. يعني ايه اللي يخوفك؟ رد فعل الناس ولا ايه اللي بيخوفك؟ طبعا انت عارفه ان الاقوال يعني كتير متضاربه ما بين مش الحجاب، مش مساله حجاب، غطاء الرأس ما بين مؤيدين لي أو لأ، لكن مع احتشام المرأة من فوقها لتحتها. هو بعيدا عن الجدل ده، أنا بتكلم لا أنا بكلمك على إحساسك الجدل إنت. ده، أنا بكلمك على النقطة اللي بتقولي عليها. أنا النقطة دي لما بقعد أفكر فيها، لو أنا اشتغلت واخد بالك ازاي، انا ما بعرفش اشتغل وانا قاعده حاطه حاجه على دماغي، وانا قاعده مثلا في مشهد مع ابني، في مشهد مع جوزي، هل انا بقعد مع ابني حاطه حاجه على دماغي؟ قالوا عنك انك ندمتي انك لبستي الحجاب، تعليق؟ معرفش قالوا كده. عمري لا، الحقيقة من يعني ما ندمتش، يعني بجد والله والله ما ندمت، لأن ممكن أنا مش ندم، ممكن خطوة قمتي بيها وحسيتي إنها واقفة عقبة عندك في أشياء فهتتراجعي. تنكري إنك هتقلعي الحجاب؟ ممكن مش الحجاب، غطاء الرأس. تنكري الفنانة عورة المرأة مش شعرها، عورة المرأة في جسمها لازم يبقى متغطي. ده كلام جديد بقى؟ لا ده مش كلام جديد، ده هو قديم. انتوا ده اللي احنا مين هو احنا دي الدروس اللي اديتيها لي زمان وخلتيني البس بيها الحجاب؟ لا يا حبيبتي غيرتيها لا. ليه؟ لا انا عمري ما قلت لحد البس حجاب، قوم البس حجاب، هما يتأثروا عايزين طاعة الله، هما للأسف إن البنات والستات فاهمين طاعة الله في إن أنا أحط حاجة على راسي. يعني الفنانة شهيرة المعتزلة اللي كانت بتعمل برنامج اللهم تقبل على قناة اقرأ، هي دي النهاردة هي نفسها اللي قاعدة قدامي دي، هي اللي صغرت 20 سنة؟ لو النبي بس والنبي. طب انا مش عارفه اقول لمين، انت الكاميرا ايه، انا عايزه اشوف. طب اللي بتقوليه كلوز معنوياتي كده، ايه اللي حصل؟ لا يعني هي دي نفسها تنكري هو ده الحجاب اللي طلعتي بيه، هو لا. من اول ما اتحجبتي واعتزلتي هو الحجاب هو؟ لا معلش لا بس لا. ما حبيبتي لا ده بعيني بس انا ما يروح قلبي. لا سوشيال ميديا ولا ارشيف ولا حاجه. طب بس انا حلقتك النهارده على ايدي انا. ايوه يا روحي انا عارفه حبيبه قلبي، وانت كنت يعني طول عمرك ست جميله ومتدينه وجميله، ده حقيقي والله. وما زلت الحمد لا وما زلت الحمد لله. المسألة مش مسألة ان انا احط حاجة، وانا ما كنتش بقول لحد قوم حط حاجة على شعرك، وإلا كنت حطيت على بنتي زي ما انت قلتي. انا بنتي عمرها ما لبست عريان، عمرها في حياتها. طب ممكن نرجع لموضوع حجابك؟ انا عايزة اقول لك حاجة بس الاول. قول يا روحي. انا وانتي دافنين وسوا. صح صح صح. فهاتيلي من الآخر أيه؟ هو ده حجابك يا حجة شهيرة أوه. اللي كنت بيه من 20 سنة؟ لا بس إيه السبب؟ من 20 سنة كنت صغيرة. احنا مش بنلومك. لا من 20 سنة كنت صغيرة يعني وفتنة. يعني انت النهاردة معتبرة نفسك قواعد من النساء؟ شهيرة بتعتبر نفسها النهاردة قواعد من النساء، وعشان كده هتقلع الحجاب. اللي بعده؟ طيب يا روحي اللي بعده.